يعطيكم العافية يا سادس. طبعا اليوم بس نكمل درسنا بإذن الله تعالى عن متوازي المستطيلات، عن متوازي المستطيلات. طيب يا مس، خلينا نتبع مع بعض، خلينا يا مس نتبع مع بعض برواق لحتى نقدر نوجد المطلوب. تمام يا مس، عندي هون يا مس متوازي مستطيلات طولي 120 سنتي. معطيني يا مس الطول، هون بحط هون الطول يا مس كم يساوي؟ 120 سنتي، والعرض 10 ديسي متر، والحجم معطيني اياه 96% متر مكعب هنا بس. ومعطيني يا مس شو بده؟ الارتفاع. شو بده يا مس؟ الارتفاع. اول اشي يا مس بدي انظر للوحدات، الحجم بالمتر. طب كيف كانت العرض بالديسي وصارت الطول بالسنتي؟ لازم احول الطول والعرض يا مس لمتر لحتى تكون كل الوحدات متساويه. طيب يا مس تتذكر الدرج؟ تتذكروه؟ طبعا فوق كيلو متر، هون متر، هون ديسي، هون سنتي، هون ملي. حكينا يا مس لما ننزل بنضرب ولما نطلع بنقسم، لما ننزل بنضرب يا مس لما نطلع بنقسم. بين الكيلو والمتر يا مس 1000، بين المتر والديسي 10، بين الديسي والسنتي 10، وبين السنتي والمليمتر 10. طيب يا مس هون بدي احول 120 سنتي الى متر، هي السنتي بدي اطلع بدي احولها لمتر، كم بدي اقسم على 100؟ هي السنتي 10 و10، بدي اقسم على 100 لاني طلعت الطول من سنتي الى متر. اذا يا مس هون بدي اقسم على 100، شو بتصير القيمه يا مس؟ شو بتصير القيمه؟ شو بتصير لما اقسم على 100؟ الصفر هاي بتروح مع الصفر، هاي 12 على 10 بتصير 1.2 متر، بتصير 1.2 متر. انا هون يا مس حولت الطول، أنا هون يا مس حولت الطول من سنتي لمتر. طيب العرض 10 ديسي متر، بدي أحول الديسي متر لمتر، أنا بدي أطلع معناته يا مس هون بدي أقسم فقط على 10، يعني هون يا مس على 10، قديش بتساوي يا مس؟ 1 متر، 1 متر. إذا هون يا مس أنا حولت الطول بالعرض من سنتيمتر وديسيمتر إلى متر، من سنتيمتر وديسيمتر إلى متر، لأن الحجم معطيني إياه متر مكعب، معناته مس لازم يكون الطول والعرض والارتفاع كلهم بوحدة المتر. هسا بهاي الطريقة يا مس بما إني حددت الوحدة بكتب القانون، حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب ايش يا مس؟ الارتفاع اللي هو المجهول، الارتفاع. تمام، كم الطول يا مس عندي هون؟ كم الطول؟ 1.2 ضرب 1 العرض والارتفاع يا مس مجهول زي ما انتم شايفين. الحجم انت معطيني اياه يا مس 96%. 1.2 ضرب 1 شو بيعطيني؟ 1.2 ضرب الارتفاع يساوي 96 يا مس بالمية. هسا يا مس انا بدي اوجد الارتفاع، طبعا بين الارتفاع 1.2 يا مس شو في؟ ضرب. طيب انا هسا بدي اوجد قيمة يا مس الارتفاع، بدي اخلص من معامل العين اللي هو 1.2 لحتى اوجد قيمه مين؟ الارتفاع. كيف بدي اوجد مس قيمه الارتفاع؟ بدي اقسم على معامل عين هون، وبدي اقسم هون مس على معامل عين اللي هو 1.2. 1.2 كم بيساوي يا مس؟ 8/10 متر. إذا مس الارتفاع يساوي 8/10 متر. مس هون بدي أعطيكم
كيف قسمت 96% على 1.2 اخذته صف ساعة. ما بدي اكتب وين شايفكم هون. شوفوا يا مس 96% تقسيم 1.2 1.2. بدنا نشيل فاصلة من هون يا مس. شو بدي اعمل؟ بدي اضرب ب10 هون يا مس. بدي اضرب ب10. شو يعني اضرب ب10؟ يعني بدي احرك الفاصلة منزلة واحدة لليمين. شو بصير يا مس هون؟ شو بصير؟ 12، لأنه الفاصلة رح تطلع برا ورح تصير عدد صحيح، فبقى هون يا مس 12، بقى هون يا مس 12. إذا 1.2 ضرب 10 صار عندي 12. هيك مس بسهل علي إني أضرب أقسم. طيب 96% ضرب 10 يعني بدي أحرك الفاصلة اليمين منزلة، وين بتصير الفاصلة؟ بين 9 و6. صار الرقم عندي نهائي الطريقة. هسا مس بقسم 96 تقسيم 12 بتطلع 8. بما إنه في عندي فاصلة بعد منزلة فبنحكي 8 بال10. حركت الفاصلة من منزلة لليسار صار عندي الجواب 8 بال10. فأنا هون خليت 1.2 12 مس لحتى يسهل علي عملية القسمة، لحتى يسهل علي مس عملية القسمة. تمام؟ وهذا الاشي اتوقع اخذتوه انتو، هذا الاشي اخذتوه يا مس وانتو بصف السادس، انتو بصف السادس. انا هون يا مس ضربت ب10 لحتى الغي هاي الفاصلة. كيف بدي الغي هاي الفاصلة؟ بدي احركها لليمين واطلعها برا، تمام؟ فصار العدد عندي 12. متوازي المستطيلات معطيني الحجم والعرض بده الطول، بطبق على القانون يا مس. الحجم شو يساوي؟ الطول بالعرض في الارتفاع. اول اشي مس اتاكد انه كل الوحدات متساويه. نعم، متر مكعب، متر متر. الطول يا مس مجهول، الطول مجهول، العرض 4. ليش مش كاتب لكم الارتفاع؟ العرض 3 والارتفاع 4. انا ناقص السؤال ناقص. هي سؤال 2 يا مس بصفحه 63. الطول العرض 3 والارتفاع 4. العرض يا مس 3 والارتفاع 4 والحجم كم؟ 60. 60 يساوي يا مس الطول ضرب 12. هسا هون بدي اقسم على 12 وهون يا مس بدي اقسم على 12 لحتى اطلع قيمة مين يا مس؟ الطول. هسا في منكم يا مس بيحكي لي ليش قسمت على 12؟ بدي اخلص من معامل الطول لحتى اطلع قيمة الطول، لحتى اطلع قيمة الطول. إذا يا مس هون 60 تقسيم 2 12 بيعطيني الطول 5 متر. طيب مكعب حجمه 64. إذا بدي أكتب هون حجم المكعب يساوي طول الضلع تكعب. طيب معطيني الحجم يا مس 64، بده طول الضلع، بده طول الضلع تكعب. طيب لحتى بدي اوجد طول الضلع تكعب بدي اخلص من مين يا مس؟ من جد من التكعيب، من التكعيب. لحتى يروح التكعيب يا مس بجيب له جدر تكعيبي، وهون يا مس بحط على الطرفين جدر تكعيبي لحتى اخلص الجدر التكعيبي مع التكعيب. بحط جدر تكعيبي للطرفين. اذا يا مس هون طول الضلع شو صفه يساوي؟ شو جدر التكعيب ال 64؟ شو الرقم اللي بضربه 3 مرات بيعطيني 64؟ المفروض تكونوا حافظينهم 4، اخذتوه بالفصل الاول. الجدر التكعيبي يا مس 4 طبعا متر، لانه معطيني الحجم بالمتر مكعب. يعطيكم العافيه يا سادس. ان شاء الله يا مس المره الجايه بنحل اسئله الدرس، بنحل اسئله الدرس.